أحد أهم معالم صناعة المستقبل في دولتنا هو هذا المبنى العظيم لمتحف المستقبل. ومن شرفته تأتيكم هذه التغطية الخاصة بعيد الاتحاد 51. يشاركون في هذه التغطية التي تستمر ساعتين زملائنا في مواقع مختلفة من جميع أنحاء الدولة. أولهم أثير علي بن شكر التي تنقلنا في جولة إلى داخل متحف المستقبل. تفضلي أثير. شكرا لكم زملائي. مشاهدينا سأخذكم الآن في جولة إلى هذا المبنى العظيم، مبنى المستقبل، متحف المستقبل، رافقوني. الفكرة مشاهدينا في لحظة دخولكم للمتحف أن تنتقلوا من الحاضر إلى المستقبل في عام 2071، وقد تم أخذ جميع المعايير في عين الاعتبار منها الحواس الخمس، الرائحة والسمع كذلك. واسمحوا لي مشاهدينا قبل أن ننتقل لأقسام المعرض ومعروضاته المستقبلية، اسمحوا لي أن أعرفكم على هذا البهو بتوقيع المصمم شون كيلا. وكما تشاهدون الارتفاع الشاهق للسقف يعكس فكرة مراعاة معايير بيئة مستقبلية، الإضاءة طبيعية في المتحف كذلك، والدرج الذي يقود إلى الطابق الأول بشكل الدي ان اي. ندخل الآن إلى مركبة فالكن الفضائية والتي ستأخذنا إلى محطة الفضاء المدارية أمل في عام 2071. نتواجد الآن على متن محطة الفضاء المدارية أمل والتي تبعد 600 كيلومتر فوق سطح الأرض. هذا مجسم للمحطة التي نتواجد على متنها الآن، وهذا المجسم هو عبارة عن 30,000 قطعة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد. إطلالتنا اليوم كوكب الأرض في عام 2071 من محطة الفضاء المدارية أمل، والآن أنا أقف بجانب مجسم أهدته حكومة دولة الإمارات في عام 2071 لرواد الفضاء المتواجدين على المحطة الفضائية، وهي بكل اللغات لأن الفضاء للجميع. وصلنا الآن إلى كوكب الأرض دبي في عام 2071، فيا ترى ما شكل كوكبنا الآن؟ رافقوني. نحن الآن في المكتبة والتي تحتوي على آلاف العينات من الحمض النووي لسكان وكائنات كوكب الأرض. هذا الجهاز، جهاز البايوسيم، سيمكننا من التعرف أكثر على الحمض النووي لهذه الكائنات. بمجرد كبسة زر نعرف المعلومات عن هذا الحيوان، بالإضافة إذا كان هذا الحيوان منقرض أو ما زال على كوكب الأرض. نتواجد الآن في الطابق الثاني من متحف المستقبل، مستقبلنا اليوم، حيث نرى بعض الاختراعات المتواجدة الآن في الحاضر وبعض الاختراعات لمستقبلنا القريب. وتستقبلنا الروبوت آميكا، وهي أكثر روبوت متطور حتى الآن. طبعاً الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير جداً في حياتنا اليومية، فهل سيحل الروبوت مكان الإنسان يوماً ما؟ أتوقع أن أطفالنا أو أحفادنا سوف يجيبون على هذا السؤال. طبعاً هناك شركاء استراتيجيين لهذا الطابق، طابق مستقبلنا اليوم، ديوا، هيئة الطرق في دبي، وكذلك بلدية دبي. ونرى كذلك مستقبل التنقل، سيارات ذاتية القيادة ومسارات الشحن اللاسلكي بتقنية الرنين المغناطيسي، كلها أمور سنراها في المستقبل القريب. هنا
هنا تنتهي جولتنا في متحف المستقبل، وكانت هذه فقط بعض أقسام المتحف. وننتقل الآن إلى زملائي في شرفة متحف المستقبل. إليكم زملائي.